انا دوست الحبس، شديت الحبس، ودابا احنا 60 واحد شديت الحبس على بلادي بغا ياخذوا عليا. شديت انا 5 شهر، وتشد ولدي 2 شهر، وتشد ولدي 6 شهر، ودابا حيل راه حنا مشدودين. هنا كيتبين بان هذه الاداره راه خاصها تجي شي لجنه وتحقق معاها. هنا كاين تزوير وكاين خروقات بزاف. المسؤول ما بقاش عندنا فيه ثقه، حيت راه ما خلينا ما درنا مع المسؤول. الثقه ما بقاتش في المسؤول بصفه نهائيه. كل عام كنسمعوا واحد الخطاب كنقولوا الاداره غادي نمشيو وغادي نلقاو واحد المسؤول عنده ضمير وغادي يخدم مواطن وغايقول الله يجعل البركه بالخلصه ديالي وباغي ناكل الحلال. وبركتي انا كنطلب من المسؤولين والعامل يفتح الملف ويحقق معانا، يحقق معانا مزيان. وحنا راه حنايا يومين وحنا هنايا، تا واحد ما جعدنا، تا واحد ما مسوقناش، ما مسوقناش كاع، ما كنبانوش ليهم، راه كله ما مسوقناش. ودابا خلاص نعاق لا قرايه، انا دوزت الحبس، شديت الحبس، ودابا احنا 60 واحد شديت الحبس على بلادي بغا ياخذوا عليا. شديت انا 5 شهر، وتشد ولدي 2 شهر، وتشد ولدي 6 شهر، ودابا حيل راه حنا مشدودين. احنا دابا مشدودين في الحبس انا وبلادي 60 واحد، كبير وصغير، بناتي تجوجو ولدو، ولادي تجوجو ولدو، ودابا حنايا في الخلاق، الوليدات صغار، وحنا دابا معذبين وقاعدين في الخلاق، وتا واحد ما عطانا حق، وتا واحد ما سقل فينا، ولا جاهدنا، ولا ما مسوقناش، وحنا رحنا ما نتنازلوش، ورحنا ما نحيدوش من هنا، حتى يعطيونا المطالب ديالنا. علاش هذا؟ علاش هذا اللي عمره ما ضرب حتى خط في البلاد هاو عطاو شهاده اداريه؟ راه ما يمكنش يا عباد الله، راه ما يمكنش، ما يمكنش هاد الشيء، ما خاصوش يكون. الا كان الحق، الا كان الحق راه خاصهم يسولوا، الا كان الحق راه خاصهم المسؤولين يجيو عندنا ويسولونا ويقولوا لنا مالكم. لا والو، ما تقول واش واحد يطلع لك. علاش هاد علاش هاد المدير دار هاد الحاله؟ علاش ما يحشمش؟ ما يحشمش هاد المدير دايرين هاد الحلقه 60 واحد شردة، وحنا في الخلا دابا بوليداتنا صغار، وعمر حتى شي واحد ما تسوقنا. علاش؟ وصلت من المدرسة، ومن كان من المدرسة ما كيقراوش كاع. علاش؟ راه كل هادي 60 واحد عايشة في بلادي، يجي واحد خور عادي يديها ويجريو علينا حنا. راه ما يمكنش، احنا راه نموتوا عليها، نعيشوا عليها، راه ما نخرجوش منها، راه واخا ما حتى شي يكون. ودابا كنحسد راسي انا، رانا مشدود انا وبلادي. هما دابا كلهم باركين، انا دابا رانا في الحبس. الحبس انا دوزتو، وهانا دابا في الحبس، راه دوزوا عليا العذاب. راه العذاب دوزينو عليا. هاد المدير اللي دار هاد الحاله علاش دارها؟ اش غادي يربح؟ من مورانا ما عندو ما يربح والو، والو ما عندو ما يربح. اش يربح؟ ربح دابا الصداع، وتا واحد ما طلع لينا، وتا واحد ما جانا، وتا واحد ما تسوقنا، وتا واحد وبقى يبانيا هنايا. وانا لا ما قدنيش هنا، رانا غادي نمشي الرباط، غنمشي الرباط تاني ونبات تم ونضل تم حتى يعطيوني حقي. انا كنطالب من المسؤولين والعامل وجلالة الملك يعطيوني حقي ويعطيوني المطالب ديالي ونخرج بحالي. ما يبقاوش يعذبوا فيا. كنعرف انا هاد الاضاءة، هاد الشهادة الإدارية اللي كيعطيها المدير ما كيعطيهاش المدير، كيعطيها الرئيس تاع الفلاحة، هو اللي كيعطي الشهادة الإدارية، ما كيعطيهاش المدير. المدير راه عاطيها زور،
كيعطيها الرئيس تاع الفلاحه، ما يعطيهاش المديره، يعطيها الرئيس تاع الفلاحه وعاد يسني فيها القايد ولا يسني فيها الباشا ولا يسني فيها اللي يسني فيها. تا ولا عاطيها المدير زور، راه هذا الشيء راه ما كيمكنش، وراه ما يمكنش على عباد الله. قلت هذا العتاب اللي احنا فيه، البلاد بلادنا، البلاد بلادنا وحنا باركين فيها ودايرين في حافن فيها البير ودايرين فيها الشرطه ودايرين فيها والد اولادي فيها كلهم. هذيك البلاد ملي هما قلعوا لينا هاد البلاد، هما دابا كبروا قلعوا لينا هاد البلاد بالزور، بغا يقلعوا لينا هاد البلاد بالزور ياك. وهو اللي كان باهم عسكري، ملي كان باهم عسكري كان كيجاهد عليهم، ما كانوش هما، ما كانوش هما، راه كان باهم عسكري وكان كيجاهد على هاد المدير اللي دار الزور وخلاق لي باغي يشر لي ولادي. راه ما يشرش لي ولادي، رانا نموت عليها، رانا نعيش عليها. والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم ولد بودة سعيد. كما كتشوفوا العائله كامله موجوده اليوم، بيتين في البرد وفي الشمس وفي كل شيء، عايشين واحد العيشه اللي ما تيتمناها حتى واحد. علاش عايشين هذه العيشه حنا؟ علاش حنا عندنا حق ديالنا في هذه الارض هذه؟ من حقنا ناخذ هذه الارض هذه؟ حنا عايشين فيها وكبرنا فيها ومي ولداتنا تما، تنتفاجئوا بهاد الناس هادو بغاو يشردونا من هاد الارض هادي. علاش؟ علاش هاد المدير ديال هاد الاداره هادي بسليمان، اداره الفلاحه، علاش باغي يشردنا؟ علاش عباد الله؟ حنا كنوجه نداء لجلاله الملك محمد السادس، حنا ما بقاتش عندنا ثقه في المسؤول. علاش ما بقاتش عندنا ثقه في المسؤول؟ ماشي لحقتو قلجا، حنا دخلنا عدد السيد ديال المدير، ريحنا معاه في الطابله في الحوار، هضرنا معاه ورينا فين كاين المشكل فين كاين الخلل، قال لك انا غنسوليك من الوضعيه ديالكم. بعد ما دازت واحد 15 يوم كنتفاجئوا، عطى الخصم ديالنا واحد الشهاده اداريه اللي ماشي من حق الاداره تعطيها وماشي من حق هذاك ياخذها. علاش ما ياخذها؟ حيت ما كيعيش في الارض، حنا اللي كنعيشوا، حنا مدير المشروع ديال الكوتاكوت، زارع القرحه، زارع الفول، زارع الباربه، زارع كل شيء، وعايشين من هذيك الارض. حتى كنتفاجئوا بهذا المدير عاطي هاد الخصم ديالنا شهاده اداريه وماشي من حقه يعطيها ليه. حنا كنوجه نداء لجلاله الملك محمد السادس يشوف هاد العائله فين بيتها، وما شاد ومدير مدير جريمه وناعسين عباد الله. راه الضمير ما بقاش عند المسؤول. حنا كنطالبوا منك جلاله الملك تدخل في هاد القضيه وتشوف من حالنا. الماء منعوا علينا، الماء اللي اداره ديال الدوله بغينا نتوضاو ونصلي وما قالنا ما تاخذوش الماء. هنا كيتبين بان هاد الاداره راه خاصها تجي شي لجنه وتحقق معاها. هنا كاين تزوير وكاين خروقات بزاف، وكنتمنى من المسؤولين اللي عندهم الضمير يجيو لهاد يحقوا معانا. حنا كنطلبوا تحقيق، يعطونا الحق ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا. ها انتوما كما كتشوفوا العائله كامله، حنا اليوم الثاني باش بيتينا هنا في البرد، والدراري الصغار عايشين وصابرين. علاش؟ من اجل الحق ديالنا. حنا ماشي غنجيو هنايا غادي هكا، غير باغي الحق ديالنا وعندنا الحق ديالنا. حنا هذيك الارض راه كنعيشوا فيها، راه خدامين فيها، راه ما كنخدموا في حتى حاجه اخرى في هذيك الارض. حنا كنطالبوا من المسؤولين اللي عندهم الضمير. وانا دائما كنبقى نتسائل واش هاد بسليمان ما فيهاش واحد عنده ضمير، مسؤول عنده ضمير يخدم يعطي لهاد العائله الحق ديالها. حنا ما غنتنازلوش على الحق ديالنا، والله لا تنازلنا عليه بالله حتى للموت. شتي هنايا ما الحق ديالنا ما غنتنازلوش عليه. حنا راه كنامنوا بحاجه واحده، لا اله الا الله محمد انا رسول الله وبالملك. حيت علاش؟ حيت المسؤول ما بقاش عندنا فيه ثقه، حيت راه ما خلينا ما درنا مع المسؤول. الثقه ما بقاتش في المسؤول بصفه نهائيه. كل عام كنسمعوا واحد الخطاب كنقولوا الاداره غادي نمشيو وغادي نلقاو واحد المسؤول عنده ضمير وغادي يخدم مواطن وغايقول الله يجعل البركه بالخلصه ديالي وباغي ناكل الحلال وباغي يلقى الله بصوره زوينه. حنا كنوجهوا واحد النداء لجلاله الملك يتدخل ويعطينا الحق ديالنا. حنا راه عندنا الامل ديالنا في الله سبحانه وتعالى والملك. السلام عليكم، معكم يوسف ودبوده من امام المديريه ديال الفلاحه باقليم بسليمان. احنا اليوم كنعتصموا
هذه المرة الثانية قدام المديرية كنطالبوا بالحق ديالنا. الحق ديالنا هي واحد الأرض استفدى الوالد ديالي في الظاهر ديال 72. داروا لي إسقاط الحق في 86 بمساطر غير قانونية. أسباب ديال إسقاط الحق هي جرروا شاحنة. هجرروا شاحنة ما توصلناش بشي إدارات، ما جاوبناش، بقينا كنستغلوا، بقوا كيستغلوا والديا حتى 2006 توفى وهزينا حنا الحمل. بقينا كنجريو على هذه الارض هذه حتى 2021. جينا مؤخرا كنكتشفوا لهذه المديريه ديال الاقليم بسليمان كتمنح واحد الخصم ديالنا شهاده اداريه غير قانونيه، عطاتها ليه، زائد نقطه اخرى كتحيل واحد المراسله على المدير ديال املاك الدوله بالمحمديه كتقول لي سوي مع هذا الخصم، مع كتقول لي سوي مع الخصم ديالنا. من بين المرفقات كاينه وثائق مزوره من بينهم هذا المحضر اللي خاصو يكون من 11 عضو ديال اللجنه، محضر ديال اللجنه زائد محضر ديال التنصيب، حتى هو محضر ديال التنصيب خاصو يكون الانسان اللي غادي ينصبو خاصو يكون وسط الارض وكاين فيها هما نصبوا على فهمتي على الوثائق. اذا هذا الشيء راه زور. بالنسبه لهذا الخصم ديالنا بواه مستفد، هذا عقد ديال البيع باش بيع بواه الارض، الاب مستفد وزادوا الدري بغاو يعطيو. هنايا كاينه واحد الشكايه دايره واحد الموظفه كتهم هذا الخصم ديالنا، دايره بواحد المدير سابق بهاد فهمتي راه بهاد المديريه ديال الاقليم بسليمان سابقا، كتهمو كتقول لي انت راك زورتي واحد المحضر ديال التنصيب لهذا الخصم ديالنا باش يفوتوا لي واحد البقعه. هنا في 2009 كانت واحد المراسله ديال الجمعيه ديال حقوق الانسان على هذه البقعه هذه، فاش كانوا بغاو يعطيوا لهذا الخصم ديالنا، كانوا مراسلات في 2009 باش تحبسات حتى لدابا، وخا داروا هذه المحاضر المزوره ما دخلش هذا السيد وما عمره غيدخل، لان الحق ديالنا، لان جاو تعديلات ديال القانون باش يعطيو الحق الابناء ديال هذوك الناس اللي دار لهم اسقاط الحق باش يعاودوا يستافدوا. كاينين جوج بقعات في اقليم بسليمان اللي استافدوا الابناء ديالهم على اثر اسقاط الحق. كاينه بقعه في جمعه فضالات نمره 33 تعاونيه النجاح، وكاينه بقعه في المنصوريه التعاونيه المنصوريه البقعه 5، هادو استافدوا الابناء ديال الناس اللي دار لهم اسقاط الحق. حتى حنا من هذا المنبر كنطالبوا بتسويه الوضعيه، هذه اول حاجه. النقطه الثانيه تقدمنا بواحد الطلب على الحصول على الوثائق لهذه المديريه، تقدمنا بواحد الطلب الحصول الوثائق اللي مشات مع المراسله المندوب، باقي لحد الان ما عطاوهاش لينا لان ما بغاوش يكشفوا لنا شكون هذا اللي مسيني هذه الشهاده الاداريه. وكنطالبوا بفتح تحقيق مع هاد الناس هادو، لان حنا اللي كنتواجهوا في الارض قمنا بدراسه، حفرنا واحد البير قمنا بدراسه، تقدمنا لهاد المديريه باش نطالبوا بالدعم بحالنا بحال الناس، لان سبق الناس اخرين عندهم نفس المشاكل عندنا، وكاينه مع شي 15 حاله اللي استافدوا من الدعم، جينا حتى حنا وحبسوا ما بغاوش يعطيونا. حنا غادي نبقاو هنا معتصمين، وهذه هي الدراسه اللي قمنا بها وجينا لعند هذه المديريه باش نستافدوا بحالنا بحال جميع الناس، لان حنا حفرنا خدنا الرخصه ديال جبل الماء، عندنا الوثائق الدوسي كله كامل هنا، ها هما في جميع الوثائق في هنا. احنا اليوم كنعتصموا اليوم فهمتي راه اليوم الثاني، اليوم يومين ومازال بقى عندنا الطاقه، غنبقاو معتصمين حتى تحقيق المطالب ديال هذه العائله هذه.